أيضا، فمن حل الميليشيات ليشاهد أولا الطائرات المليئة بالإرهابيين الذين يتم نقلهم إلى ليبيا. وهنا مسألة أخرى، يقال دكتور أن هؤلاء يرسلون إلى ليبيا للدفاع عن أرضها ولمساعدة شعبها. أما للأسف الشديد بعض منهم يعني تم هؤلاء الشباب اللي هم من سوريا هم ضحايا أصلاً. تم التآمر عليهم على دولتهم وتحويلهم إلى مرتزقة، والآن دخلت تركيا في مرحلة أخرى محاولة تجنيد الشباب الليبيين أصلاً. الآن يحاولوا يجندوهم للحرب بهم في أذربيجان. يعني لا يخفى على المشاهد بهذا المشهد أن حتى النظرة العنصرية اللي تتعامل بها أردوغان وزمرته مع الشعوب العربية، يعني لماذا لا يأتي بالشباب التركي اللي هو عاطل على العمل ليكون يقاتل كمرتزق؟ يعني يستعمل في الشباب العربي التركماني والسوري والليبيين الآن. لماذا برأيك سريعا لو سمحت دكتور عبد المنعم بما أنك أثرت ذلك؟ لأن أولا هذا مشروع يعني ربما هو مشروع إخواني، مشروع إسلامو فاشيستي، مشروع وهمي متخلف في أذهان وفي في 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 خيال أردوغان ومن يدور في حوله أنه يعيد موضوع الخلافة والسيطرة العثمانية وغيرها. وهناك أطراف معادية للمنطقة أصلا دولية توحي بأردوغان ليس من الآن، من سنة 2000. هو أردوغان بحسب ما ذكرتم دكتور حصل على 9 مليارات دولار من أموال الشعب الليبي عن طريق السراج. باعتقادك ألا تنهي استقالة السراج مسلسل سرقة ثروات الشعب الليبي؟ السرقة ما زالت مستمرة، لا 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 يعني لا نعلم هذا ما هذا في العام الماضي. الآن لا نعرف المبلغ الحقيقي الذي تم سرقته، ما زال يسرق، ما زالت تسرق الدولة الليبية تنهب بالكامل. الآن المنطقة الغربية مسيطرة عليها بالكامل، يعني قاعدة مصراتة، ميناء الخمس، قاعدة الميتيقة، زوارة، الوطية، الطائرات الشحن التركية لم تتوقف أبدا على بيتاب المرتزقة ورجوع بهم لأذربيجان ورجوع بهم لليبيا، والمعدات التي تم تجهيزها قاعدة الوطية تجهز، يعني تكون احتمال أنها سوف تكون يعني من أحد أكبر القواعد العسكرية لصالح تركيا في شمال أفريقيا، وهذه تهدد المنطقة بالكامل، تهدد الأمن والسلم. ولا ننسى البعد الإرهابي، البعد الإرهابي اللي هو يعني الجماعات الإرهابية في مالي في ساحة الصحراء الأفريقية، هذه ازدادت وقوتها وتواجدها بعد 2011. سلاحها وأموالها أتت من ليبيا من الجماعات الإرهابية، هي اللي مولتها، وهذه هي القوة التي يستند عليها أردوغان لتدمير المنطقة وتفتيتها ومحاولة السيطرة عليها. كان ملفت